السلام عليكم. اليوم ان شاء الله رانا حنديروا فيديو على الطريق السريع كيما يعني كيما طلبتوه مني. الطريق السريع كيفاش ندخلوا له، كيفاش نخرجوا منه، كيفاش نتعاملوا مع لي بروتال تاع الطريق السريع، يعني تحبوا تدخلوا كاش دخله ولا تعرفوا كيفاش تدخلوا، كيفاش تدوروا المقود تاعكم في الطريق السريع، كيفاش تغيروا السرعه ديالكم. اليوم ان شاء الله حندير لكم ملخص فيه كلش، قعدوا معايا لاخر الفيديو ان شاء الله تفهموني. حاجة الاولى كيما على بالكم حنديماري انايا كيما وريتكم فيديو تاع ديماراجيتو، ما نقعدش نعاودو. ضبط الاشارات تاعي، نخرج بالعقل هنايا بس كاني مداريا مازال ما دخلتش للطريق السريع. دوك هنا نوريلكم، شوفوا عبالكم ما كاينه حاجه في الطريق السريع، هي كي نشوفوا لازم مليح في غوتروفيزور، لازم لي غوتروفيزور كل 30 ثانيه ترمي عينك، رمشت عين برك، ماشي تقعد تشوفوا تسبقي عينك برك في الغوتروفيزور. هذا ما كان دوك هذيك انا كي ديماريت بروميير دوزيام درت تخوازيام، نزيد ناكسيليري شويه شفتها لحقت لي 50، نحجم ناكسيليغان تغنون في اليد دير كاتخيام. دوك هذيك هنايا عندي انايا نقعد هنايا بكاتخيام بس مازال ما دخلتش الطريق السريع، راني هنا نمشي في المعقول، راني في 60 يعني انا راني رايحه على اليسار. هنايا الحاجه الاولى نهبط الاشاره تاعي باش يعرفوا لي مورايا، نبدا نثبت نلتزم الجهه اللي حندور ليها، ماشي نقعد في اليمين ومن بعد الدقيقه الاخرى ندور، لا لا نثبت نلتزم الجهه اللي انا حابه ندور. هنايا كاين دوره نقص شويه بالفخان، نحيد رجلي كامل اكسيليغاتور نقصت بالفخان، اي تقول لي بلاكا هنا ممنوع نفوت 40. هنايا ثاني لازم نكون يا 30 35 يعني ما نلحقش 40، نمشيو بالعقل. هنا شوفوا الفولون تاعي راني نوجهها ونخليها تدور، ما نقعدش ندور فيها، ماشي يعني نوجهها برك ونقعد، ماش حد ندير دورة كاملة. هنا ندخلو الطريق السريع، حاجة الأولى نطلع الإشارة تاعي، لقيت هذا البغتال في خطة، نحط رجلي على الفخام شوية برك، راني نقص بالفخام شوية برك، نشوف الفولون تاعي راني نوجهه برك. ومن بعد كي دخلت الطريق السريع تاعي نطفي الإشارة تاعي خلاص، ما عنديش يعني واحد ما نشحن اليسار ولا ما نشحن الخوج، حنشد اليمين ديالي باش نهبطو. شفتها فاتت لي 60 راهي قريب 70، نحي رجلي كامل لاكسيليغاتور اونبلياج، ندير سانكيام نطلق اونبلياج نرجع لاكسيليغاتور. هنايا الطريق السريع اولا باش تمشيوه لازم الحاجة الاولى تكونوا تعرفوا هذاك الطريق السريع اللي راكم تمشيو فيه، والحاجة الثانية ما لازمش يعني كي تكوني في هذاك الطريق السريع تفريني بزاف، لازم واحد يكون شويه متمكن، ماشي اي حاجه تشوفيها تقعدي لازم تفريني تفريني، لاحظت الناس راهم كامل فيتاس يقدروا يخبطوا فيك من اللور، يعني يقدر واحد اي واحد يشوفك تفريني بزاف يقدر يلحق بك، راهم كايصوم صوت الطريق السريع، يعني لازم وتمشي كيما انا دوك هنايا راني نمشي 80 80 باش نمشوا على اساس واحد مبتدئ، كيما نقولوا له واحد يكون عنده نفس سياقه جديده نوفو بيرمي دائما ما لازمش ممنوع يتجاوز سرعه 80. انا هنايا راني نمشي 80 راهي سانكيام. انا دوك هاديك هنايا اذا راكي حاب تشدي دوك هاديك انا كيما انا راني داخله داخله لا نشوفو تاني بلاكات تبراو باش ما تبحروش، انا دوك حندخل دخله منا على اليمين. دوك الحاجه الاولى كي نلحق هنايا مازال راهي تمشي، كي نلحق تما باش نقص جامي. دوك هاديك انا سانكيام وندخل هاد الدخله سانكيام، لا لا الحاجه الاولى دوك راني داخله على اليمين ديالي، نطلع الاشاره ديالي الفوق باش لي مورايا يعرف بلي راني ملتزمه راني حندخل الدخله هادي على اليمين. هنا شوفوا نشد دايما اليمين ديالي، كي نلحق هنايا للدخله ديالي نحي رجلي كامل لاكسيليغاتور، نقص بشويه فخام، نقص شويه فران ليبي تاعي يهبط. هنايا شوفوا راهي 60 كيما البلاكا تقول لي ممنوع تفوتي 60 60 نومبري، نرجعها كاتخيام نرجعها كاتخيام نطلق نومبرياج نرجع لاكسيليغاتور. هنايا خلاص اذا شتهم لي قبلي توقفوا كيما دوك هاديك هنايا شوفوا راهي راني نشوفهم القف ديالهم كاع مشاعل صافي، راهم ينقصوا بالفران، نقص انا بالفران. اذا اضطر بيا الامر وهبطت لي الفيتاس تاعي حتى 40 ولا 30 ندير تخوازيام كيما هنا راني نقصت بالفران، نحجم لاكسيليغاتور نومبري ندير تخوازيام، هاد السرعه تاعي راهي نقصت كامل، زدت قربت ليه نومبري ندير دوزيام،
نطلق لومبغياج نرجع لاكسيليغاتور على خاطر علاش هنايا خلاص ام نقصوا كامل يعني نقدروا نطلعوا ثوازيام مي بصح شوفوا هذاك الكاميو او دارنا يعني عرقاله على بها الناس كامل هبطت للدوزيام غير نشوف هاد ترحت دوك هذيك راهم نشوف فيهم يشعل الاضواء تاعهم يعني يشعل الفران ديالهم تما ما نديرهاش ثوازيام راني قاعده بدوزيام شوفوا انا في البغوتا تاع الطريق السريع صحراني في الدوزيام يعني عادي ماشي زعما تسمعوا الطريق السريع لازم تصوبوا 5يام يقدر يخرج لكم كاش حاجه كيما حنا دوك هذيك هذه ما كناش توقعينها كنا قادين موافقين نطلعوها ب 3يام ولا ب 4يام دوك ما طلعوهاش ب 3يام ولا 4يام طلعناها ب 2يام غير شوف هاد ترحت لي نحيج من الاكسيليغاتور اون فياج ندير 3يام ومن بعد نزيد ناكسيليري كيما بزاف يقالوا كي تسمعوا صوت الموتور ولا تبعوا الفيديو اللي قلت لكم على على تشوفوا السرعه تاعكم شحال دوك انا هنايا لحقت لي قريب 60 نحيج من الاكسيليغاتور ندير 4يام نزيد ناكسيليري ومن بعد كنشوفها فاتت لي 60 نحيج من الاكسيليغاتور اون فياج ندير 5يام هنا راني حابه نتجاوز هذه الشاحنه الحاجه الاول نهبط الاشاره تاعي نشوف في الغوتروفيزور تاعي بلي ما كاين واحد حتى واحد حيتجاوزني ونتجاوزو هكدا شوفوا بلا ما جبدت البولون تاعي يعني بزاف ومن بعد نشد انا الواسط الطريق على خاطر هنايا كاينه دخله على اليمين اذا كنت حتدخلوا لهذيك الدخله شدوا اليمين ديالكم اذا ما كنتوش حتدخلوا هذيك الدخله علاش قلت لكم لازم الطريق سريع تكونوا حافظينها اذا ما كنتوش حتدخلوا هذيك الدخله شدوا الوسط شدوا وسط الطريق كيما انا دوكا كاينه دخله على اليمين صح انا ما ندخلهاش على خاطر بل ما كلاش شد اليمين ديالي باش ومن بعد ما نجيني حتى واحد راني شاده في وسط الطريق تاعي وراني في 5يام وراني 80 هكذا نمشيو في المعقول انا 80 ومن بعد كان اي حاجه نقص الفرون نرجع هكا 4يام دوكا ما كاين والو راني نمشي في 5يام وسرعه 80 كيلومتر في الساعه راني نشوف فيها راني نشوف فيهم اذا كان لحقت تما لقيتهم مازال كاينه سيركيلاسيون كلي ولا نقص وكيما هنايا راهي شوفوا هاي شوفوا الدعوه بدات تكون فيها ازدحام وانا نمشي غير بالعقل شفنا كاين ازدحام ديرو 4يام ما شفنا ما كاين والو انا نمشي بالعقل دوكا هنا خلاص ما كانش كان غير في هذيك الدخله شويه انا دوكا كاينه هذيك الدخله راهي انا شديت دوكا حنشد اليمين تاعي الحاجه الاولى نطلع الاشاره تاعي نشوف الغوتروفيزور تاعي على اليمين باللي ما كاين حتى واحد مورايا تما ونجبد غير بالعقل شفتو الفولو راهي تتحرك واحد سنتيم برك ما رانيش نحركها بزاف واحد سنتيم يعني اللي يكون قاعد قدامك يقدر ما يفيقش كاع باللي حركتها دوكا عندي دخله هنايا ماش حندخلها انا ب 5يام الحاجه الاولى نقص بالفران نومبري نرجعها 4يام ونطلق لومبرياج نرجع لاكسيليغاتور بالعقل علاش انا رجعت لاكسيليغاتور باسكو انا الطريق غادي نعرفها بلي هذا البروتيل راهو جاي في طلعه شويه ماشي في هبطه بكا في هبطه نقص بكا هنا نحيج كاع من لاكسيليغاتور ندور البولون ديالي ومن بعد هنايا تاني كان يعاود المقطع هذاك تكوبانا نعاود هنايا شوفوا راني ثوازيام فيتاس راني في السرعه الثالثه هنا راني حابه ندخل هذه الدخله من حاجه الاولى نهبط الاشاره ديالي نحيج براكسياتور ونقص بالفران نوبري ندير دوزيام ونجوز بالعقل مادام خلاوني هكذا لو كان ما خلاونيش نتوقف تماما وندير السرعه الاولى شفت ما كاين والو قبلي نحيج من الاكسيليغاتور لحقت لي قريب 40 نومبري ندير 3يام وهنا شوفوا كيفاش راني ندور في المقود ديالي غير بالعقل هكذا نوجهو برك نوجهو برك بزاف هادوما دخلت تاع لوطوط الناس تخاف منها تقول لك انا ما نعرفش شحال ندور هاي لك انا وجهتو شفتو تسحق ما ناكسيليريش فيهم كامل واذا كانوا في هبطه نقص بالفران واذا كانوا في طلعه ولا في بلا ما ناكسيليريش بزاف باش ما يغلقونيش ومن بعد كي ترجع لي السياره تاعي قباله يعني كي ترجع لي الطوموبيل تاعي قباله نرجع البون تاعي قباله هنا مشات نعاود نحجم لاكسيليغاتور نوبري ندير 4يام خاطش بس لي 60 ومن بعد نكمل ناكسيليري نشوف بلي
كلاس لي قبلي بعدو بزاف من حيت جيب لاكسيليغاتور دونبري ندير 5ام هكذا وراني نمشي 5ام نشد اليمين ديالي دائما ديسك ومن بعد هنايا كيشوف هذه الدخلات انايا نعرف هذيك الطريق بلي هذيك الدخله ماش حندخلها نشد وسط الطريق اذا كنت هذيك الدخله حندخلها نشد اليمين ديالي كاين حاجه باش نفهمكم كي تزيدوا السرعه بروميير دوزيام ثروزيام كاتريام 5ام تما تاكسيليري ومن بعد تزيدي السرعه كي نزيد نقص الناس ندير ناكسيليري باش نزيدوا السرعه كين نقصوا كين نحبوا نقصوا في السرعه نقصوا بالفلا قبل حتى يهبطنا ليكوي تاعنا ومن بعد نقصوا نومبريو ونقصوا في السرعه في لو ميت بيتاس تاعنا اللي درتهم لكم هادو ما في الفيديو تاع تغيير السرعات باش برك هنايا شوفوا راني نشوف بلي كاينه شويه ازدحام نقص بالفرا نومبري نرجع هكا تخيام زيد نخلي رجع الفرا نعاود نومبري نديرها ثوازيام نخلي رجع الفرا نعاود نومبري نرجعها دوزيام هكذا اللي تشوفوا شفتوا خلاص لحقتوا ليه ديروا بريمير دوك انا هنايا شوفوا هنايا باش تعرفوا كيفاش خرجنا من هنا اللي نرجع يعني ماشي ديما دوزيام تكون دوزيام ما حبستش وكان حبست كان نرجع بريمير كاين بزاف يقول لك حنايا كي نشوفوا عفسه كيما هذه نخافوا واش نديرو هاي ديك نقصنا بالفرا بل هنايا دوكا ديك نشوفها عفوا نشوفو دوكا ديك كي نقصنا بالفرا برك نقصنا بالفرا ومن بعد ديك رجعناها طوازيام كاتخيام وبعد نقصنا بالفرا رجعناها كاتخيام ما نقصنا بالفرا رجعناها دوزيام وقعدت بدوزيام لخرج السرعة هنايا راه بادئة نشوف خلاص راهي لحقت لي 40 نحيت جيم لاكسيليغاتور نومبري نديرها طوازيام زيد ناكسيليري خلاص نشوف هاد تلحد ناكسيليري شويه نومبري اي نحيد جيم لاكسيليغاتور نومبري ندير كاتخيام ومن بعديك ناكسيليري شويه نشوفهم خلاص راحوا ولحقت لي السرعه تاعي 70 ناكسيليري شويه هاي نزيدها في السرعه هنايا ومن بعد رابيدمون نحيد جيم لاكسيليغاتور نومبري ندير 5ام هكايا دوكا هادي كاينه دخله على اليمين انا مانيش حندخلها يعني مانيش حنلتزم اليمين ديالي يعني نشد وسط الطريق هكذا وساعة كيما نقولو ماشي لازم دايما عينيكم في لي غوتروفيزور تجبدي الشعرة على اليسار هنا شوفو راني فيه منحدر نقص بشوية فرا نقص بشوية فرا هاني نقصت هكذا بشوية فرا لو كان قعدت شادة اليمين بعد كان لازم عليا ندخل للجهة تاع اليمين دوك هاديك شديت الوسط راني نمشي في طريقي يعني ما خاف حتى حاجة كل غوتروفيزور لازم تشوفوا كل يعني كل يقولوا ده كل دقيقة كل 30 ثانية ولا تضربي طلة في غوتروفيزور تاعك صح تضربي طلة بك في غوتروفيزور ماشي تقعدي تشوفي تحطي عينك فيهم تقعدي تشوفي لا تضربي طلة برك دوك انا هنايا على بالي بلي هاد الطريق انا حندخل على اليمين صافي الحاجة الاولى نطلع الاشارة ديالي نجبد شوية هكذا شوفوا نروح هايلك شوية برك نعاود نسكم ما تحسوش كامل بلي راني دنيت غير الشعره وما لازمش يعني ماشي زعما الطريق سريع برك توصلي 120 ولا تمشي ب 60 70 80 هذا هو قيسك لو كان على بالي بلي حادخل منا الحاجه الاولى نحيد جيم لاكسيليغاتور اونغياج نطلع الاشاره تاعي ندير كاتريام ومن بعد نمشي شوية نحي جيم لاكسيليغاتور نزيد نقص في الفخا نومبري ندير ثوازيام ومن بعد نخلي تجي تاني دايما على الفخا شوية برك نقص في الفخا نومبري وندير دوزيام وإذا شتو هنايا توقف كاع نعاود نومبري ندير بخوميييغ ونعاود نديماري غير بالعقل هاني بس باش حنخرج من الطريق السريع إلى طريق كما نقولو مناطق عمرانية ندخلوهم غير بالعقل هنايا او هنايا تلقاو دا بغيتو سيركيلاسيون تخدمو غير بالعقب لونبرياج والفخا ولا ما كاش سيركيلاسيون راكم تلقاوها مسرحه هنايا اش كاين توقف قبلي اونبرياج والفخا نتوقف كامل لازم دائما نخلي مسافه الامان لازم ما تخلي البي ديالو يقعد يبان لي وهكذا يا نقول لكم هنايا دوكا كاينه سيركيلاسيون طويله صافي من باش ما نطولكمش الفيديو نقول لكم تلاقاو مع فيديو اخر وان شاء الله الفيديو الجاي راهو حيكون ان شاء الله ندير لكم على بالي بزاف راهو الفيديو اللي راهم ديمونديوه بزاف هو الفيديو تاع
الاماكن الضيقه، قالوا لي كيفاش نقدروا الاحجام والمسافات في الاماكن الضيقه. ان شاء الله نوجدوه لكم الفيديو القادم ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو اخر.